فوضى يغرقون في متاهاتها منذ سنوات، ولا مؤشرات تدل على أنهم سيخرجون من دوامة الحرب والمتاهة. الضجر وخيبة الواقع هو ما يشعر به هؤلاء الواقفون على رصيف حاسر بالهموم والتزامات المعيشة، وبانتظار فرصة عمل في عيدهم السنوي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، والذي لا يعني شيئا لفيصل وأمثاله الكثير من عمال اليمن إن لم يجدوا عملا كما يقولون. عيدنا أحسن يوم عندما نحصل عمل داخل الحرق، نحصل العمل هو العيد، أحسن يوم عندنا. ما عيد عندنا هو الذي ما راح اشتغل هو ذا العيد، اروح اشتغل ودخل لبة العيش. منذ انقلاب الميليشيات واندلاع الحرب التي تسير في سنتها السادسة، تفاقمت معاناة العمال واستاءت ظروف هذه الشريحة الواسعة اقتصاديا وإنسانيا، وألقت الأزمة بظلالها على حياتهم بعد انقطاع فرص العمل وقلة الدخل، ما دفع الكثير منهم للالتحاق بمعسكرات طرفي الحرب. يعني طلبنا الله وعينا عينا ما حصلنا، آخر اضطرينا احنا ندخل الجيش. ضاقتنا في الأحوال، ندخل الجبهات. كيف الأعمال الآن؟ الأعمال والله هذه الأيام رمضان الدنيا هدوء، ماشي عمل بارد. ظروفنا صعبة، أعلم به الله. ومثلما تسببت الحرب في توقف الأعمال وضياع مصادر دخل كثير من الأسر اليمنية، حيثما يزال العمال يواجهون مصيرا مجهولا مع انتشار فيروس كورونا الذي يتسلل إلى اليمن، وهو ما تتعاظم معه مخاوف الشارع من توقف حركة الحياة وما سيترتب على ذلك من فقدان وسائل البقاء الأخيرة في ظل غياب كامل للدولة. نحن العمال بالذات إذا نقول كمخاوف كورونا في اليمن، لكن احنا عمال لا نستطيع عيدنا يومنا، كل يوم نشتغل ونحصل لقمة عيشنا، اما اذا جلسنا في البيت فمن الذي سيعطينا؟ فبالوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن لا نستطيع ان نعيش في البيت ونخليك في البيت. بين الحرب المستمرة وانتشار الأوبئة والأمراض، يترنح اليمنيون نحو المجهول، ولا خيار أمامهم للهروب من هذا المصير الكارثي الذي تتوقف على إثره عجلة الحياة. في عيدهم السنوي الذي يصادف الأول من مايو آيار من كل عام، لا يجد عمال اليمن الفرصة المواتية للاحتفاء بهذه المناسبة التي لا تعني لهم شيئا وسط فوضى الحياة وتحدياتها الكثيرة، بحثا عن لقمة العيش. على الجرادي، قناة بلقيس، مارد.